بداية أنا أتوجه بالشكر لسيدي صاحب سمو الشيخ دكتور سلطان بن محمد القاسمي على الدعم المحدود لجمعية الشارجة الخيرية. اليوم نحن نطلق إن شاء الله حملتنا هذه لشهر رمضان الفضيل. استهدفنا العام في حملتنا العامي 120 مليون، وإن شاء الله هاي السنة نستهدف حملتنا لشهر رمضان إن شاء الله 125 مليون. بتصب في إخوانا إفطار صائم، كسوة العيد، يكون تركيزنا الكبير داخل الدولة، وجزء منه بيروح خارج الدولة لإخواننا وأهلنا في سوريا وتركيا إن شاء الله. الشكر موصول إلى إخواننا المحسنين على الدعم اللامحدود، وإخواننا الإعلاميين الداعمين الأساسيين لجمعية الشارجة الخيرية.